السلام عليكم، كيف حالكم أحبابي في الله؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم في الدنيا لعبادته، فمن أطاع الله تعالى أدخله الجنة ونجاه من النار، ومن كفر بالله تعالى وعصاه أدخله نار جهنم أعاذنا الله تعالى. ولكن هناك بعض الناس ممن يدخل النار سيخرج منها بعدما يعذب فيها على بعض المعاصي التي فعلها في الدنيا، فيرحمه الله تعالى ويخرجه من النار ثم يدخله الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأل غيرها، وربه تعالى يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة له عند باب الجنة وهي أحسن من الأولين، فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، لا أسألك غيرها، وربه عز وجل يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات الجنة، فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. أخرجه مسلم. اللهم قنا عذاب النار، وأدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة مع الأبرار.